الرئيس السيسي يشيد بالرؤية الثاقبة لنظيره الإماراتي ويؤكد العزم على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون. الأسهم الأمريكية تسجل تراجعاً كبيراً متأثرة بمستويات التضخم لشهر يونيو الأعلى منذ 40 عاماً. غوتيريش يؤكد إحراز تقدم في محادثات بين موسكو وكييف لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود. السابعة صباحاً الخامسة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلاً ومرحباً بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، هذا فضلاً عن تبادل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنياته لشعب وحكومة المملكة بدوام التقدم والسلام والازدهار، كما أعرب الملك سلمان عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي إنه تابع باهتمام بالغ كلمة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب الإماراتي الشقيق، والتي وضع فيها خارطة طريق واضحة للرخاء والتنمية والأخوة، وحدد بشكل واضح سياسة الإمارات الداخلية والخارجية. وأشاد الرئيس السيسي بالرؤية الثاقبة للشيخ محمد التي تجلت في مواقف عديدة طوال السنوات الماضية، مبديا ثقته بأن الإمارات والعالم سيستفيدان منها خلال الفترة المقبلة. وأكد الرئيس السيسي من جديد عزمه على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون ونقلها إلى آفاق أرحب تحت القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد. أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد أن سياسة بلاده ستظل داعمة للسلام والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في كلمة وجهها بن زايد سلط فيها الضوء على منهج الدولة وما تتطلع إلى تحقيقه خلال العقود المقبلة، حيث شدد على أن الإمارات ستستمر في نهجها الراسخ في تعزيز جسور الشراكة والحوار القائم على الاحترام المتبادل مع دول العالم. تتظل سياسة دولة الإمارات داعما للسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم، وعونا للشقيق والصديق، وداعية إلى الحكمة والتعاون من أجل خير البشرية وتقدمها. وسنستمر في نهجنا الراسخ في تعزيز جسور الشراكة والحوار والعلاقات الفاعلة المتوازنة القائمة على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل بين دول العالم، لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع. قال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إن تحريك أسعار بعض المنتجات البترولية تأتي في إطار متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية لتتناسب مع التغيرات في أسعار الطاقة العالمية وسعر الصرف. وأشار مدبولي إلى أن تلك المعادلة تتأثر بالارتفاع والهبوط في خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، هذا فضلا عن الحفاظ على ثروة البلاد البترولية وتجنيب موازنة الدولة المزيد من الأعباء بما يمكنها من مواجهة ضغوط التضخم العالمية. موضحا أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرا،
وذلك على الرغم مما واجهته الدولة من تحديات في مجال الطاقة وأدى لزيادة قيمة فاتورة الدعم. عقب صدور قرارات لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية وتحريك الأسعار لبعض المنتجات، شدد مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخرى، وأن تتناسب تلك الزيادة مع الأسعار الجديدة للوقود. وأكد مجلس الوزراء على زيادة الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكيد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مع ضرورة أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية. كما كلف مجلس الوزراء بتفعيل غرفة العمليات بمركز معلومات الوزراء لتتولى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية،
كما كلف منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء بسرعة التعامل مع أي شكوى ترد للمنظومة من المبالغة في زيادة تعريفة الركوب أو احتكار المنتجات البترولية. وعلى الرغم من الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الطاقة العالمية، تحرص مصر دائما على مراعاة البعد الاجتماعي في تسعير الوقود، حيث تتحمل الدولة فارق السعر العالمي، فسعر متوسط البنزين عالميا بلغ دولارا و47 سنتا للتر الواحد، وذلك بداية من شهر يوليو الجاري. المزيد نتابعه مع حضراتكم في العرض التالي مع الزميلة شيماء الكردي. فرضت التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة كورونا وضعا جديدا ومختلفا على العالم أجمع، تمثل في زيادة أسعار الطاقة والوقود بقيم غير مسبوقة نتيجة نقص المتاح من المعروض. ورغم هذا الوضع إلا أن مصر أقل الدول في أسعار البنزين عالميا رغم أزمة أوكرانيا. اللافت أن مصر هي الدولة الأكثر حرصا على مراعاة البعد الاجتماعي في تسعير الوقود، فعلى الرغم من أن السعر المتوسط للبنزين بلغ عالميا دولارا و47 سنتا للتر الواحد وذلك منذ بداية شهر يوليو الجاري، إلا أن مصر حافظت على استمرار دعم السولار وتثبيت سعره لفترة تجاوزت 30 شهرا دون تغيير رغم زيادته عالميا بأكثر من الضعف. ونتيجة لارتفاع أسعار النفط بشكل سريع وكبير عالميا، حيث تجاوزت الأسعار مستوى 120 دولار للبرميل خلال العام الماضي بعد أن كان بين 60 و70 دولار، ونتيجة للوضع الاستثنائي لأزمة أوكرانيا تحملت الدولة فارق السعر العالمي، لكنها اضطرت لتحريك سعر الوقود تفاديا لتأثر دعم الإسكان الاجتماعي والسلع التموينية والقروض الميسرة وأيضا العلاج على نفقة الدولة وغير ذلك من أشكال الدعم. ورغم تداعيات الأزمة العالمية، قامت الدولة بزيادة دعمها للمواد البترولية بأكثر من 10 مليارات جنيه ليصل إلى 28 مليار جنيه بعد أن كان 18 مليار و400 مليون جنيه خلال العام الماضي، كما حرصت الدولة على زيادة الدعم في الموازنة ليصل إلى 30 مليار جنيه. وتعد مصر الآن من أرخص الدول في أسعار البنزين، فمصر الدولة رقم 13 من حيث انخفاض سعر البنزين والسابعة من حيث انخفاض سعر السولار. فلتر السولار في مصر حتى بعد رفعه سعره يعد أرخص من روسيا التي تعد من أكبر المصدرين للطاقة بالعالم وأرخص من الإمارات والبحرين وقطر ومن دول المنطقة كلها بشكل عام. مشاهدينا، كان هذا عرضا حول جهود الدولة نحو الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي والتعامل الجيد مع مستجدات سوق الطاقة في ظل استمرار تداعيات أزمة أوكرانيا. شكرا على حسن المتابعة. نظمت وزارة الداخلية احتفالية بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون للنزيلات الحاضنات وأطفالهن وذويهن، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. قام قطاع الحماية المجتمعية بإقامة احتفالية للنزيلات الحاضنات والسماح لأطفالهن بالحضور لزيارتهن والاحتفال معهن بالعيد وإتاحة الفرصة لحضور عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الاحتفالية مع زوجاتهم وأمهاتهم النزيلات لتفعيل التواصل الإنساني والاجتماعي بينهم. أحلى مفاجأة بصراحة شفتها النهاردة ان انا شفت جوزي وعيالي واخدتهم في حضني وقعدت معهم اكتر وقت ممكن، وكنت مبسوطة وما زلت مبسوطة لحد لما يمشوا. بشكر السيد الرئيس الجمهورية بالمناسبة الجميلة ديت في مناسبة العيد طبعا، ودي حاجة ما الواحد ما كانش متوقعها اللي احنا مثلا يحصل زيارة زي كده وحفلة للاطفال والاجتماع بالام والقعدة الجميلة دي كلها كده. اكيد يوم بيبقى جميل جدا ان انت تعيش العيد مع والدتك وقريبك بشكل عام، فبنشكر سيادة الرئيس جدا وزارة الداخلية على الفرصة اللي هي اتاحتها لنا النهاردة يعني. خلاص كل اللي فات انساها ومن بكره اللي جاي حياتك، ومستحيل في يوم ترفض.
انا كنت مبسوطه جدا وما كنتش متخيله فعلا ان احنا هنقعد الوقت ده كله مع بعض، وان احنا هنقعد من اول اليوم لحد دلوقتي. احنا بقى لنا اكتر من 5-6 ساعات تقريبا قاعدين مع بعض. فلا طبعا انا حاسه ان انا حضن ولادي، ان انا شبعانه من ولادي، على قد ان انا ببقى مفتقداهم وقت الزياره، فانا حاسه ان انا شبعانه منهم، حاسه ان هم في حضني. بشكر وزاره الداخليه اللي هي جمعتنا انا وجماعتي وجابوا لي من مراكز ليها ضم شمل هنا، مبسوطين طبعا، حاجه جميله جدا. كل ام معاها طفل بتتعامل معامله ادميه، طفلها بيتعامل معامله يمكن مش هيشوفها بره، من كل حاجه بتتوفر للاطفال، من العاب، من الحاجات الشخصيه بتاعت الاطفال، من اللبن، من البامبرز، كل الحاجات متوفره ليهم. هتتغير ومن بكره معاك اجمل، ومصر مش هتتاخر وهتوفر حياه افضل. هكذا تسعى المنظومه العقابيه الحديثه نحو تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية. قول للرئيس عبد الفتاح السيسي متشكرة جداً، كل سنة وحضرتك طيب، شكراً على كل حاجة، جزاك الله عننا كل خير. بجد مركز التأهيل والإصلاح فكرة أعادت حياة ناس كتير وخلتنا عندنا أمل في بكرة بجد. رئيسنا يساند ظهرنا، انت الحامل مصرنا، معاك هنعمر ارضنا وهنعلى اكتر من زمان. ده الماضي راح وانتهى والحاضر بيك ابتدى، ده انت اللي ياما قلتها، تحيا مصر للامام، تحيا مصر للامام. تراجعت الأسهم الأمريكية بعد أن سجلت بيانات التضخم لشهر يونيو أعلى مستوياتها منذ عام 1981، مما زاد من المخاوف من أن يصبح الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشديداً لسياسته النقدية. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.6%، في حين انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.2%. كان معدل التضخم في الولايات المتحدة قد سجل 9.1% في نسبة هي الأعلى خلال 4 عقود. أظهر تقرير للبنك المركزي الأمريكي أن الاقتصاد الأمريكي ينمو ببطء، بينما يكافح المركزي للحد من التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في منذ 40 عاما. وأصدر البنك أحدث تقاريره لرصد حالة الاقتصاد، بينما يمضي قدما في رفع أسعار الفائدة بقوة بهدف كبح التضخم، ولكنه يثير أيضا المخاوف من الركود. وقال المركزي الأمريكي أنه بناء على مسح أجراه في 12 منطقة أفادت عدة مناطق بوجود علامات متزايدة على تباطؤ في الطلب، وأشارت جهات الاتصال في 5 مناطق إلى مخاوف من زيادة خطر حدوث ركود. أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن معدل التضخم في الولايات المتحدة سجل 9.1% في نسبة هي الأعلى خلال 4 عقود. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أرقام التضخم لشهر يونيو كانت مرتفعة بشكل غير مقبول، لكنه أضاف أنها لا تعكس الانخفاض الأحدث في أسعار البنزين. أشبه بالصدمة تلك الأرقام التي أعلنتها وزارة العمل الأمريكية بارتفاع مؤشر التضخم في الولايات المتحدة في يونيو إلى 9.1% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى تصل إليه أسعار المستهلكين في أكثر من 4 عقود بالولايات المتحدة.
جاءت أرقام التضخم في يونيو أعلى كثيرا من توقعات أغلب المحللين التي جاءت عند مستوى 8.8%، وهو ما يعزز اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو زيادة أسعار الفائدة مجددا بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر. وكان النقل مدفوعا بأسعار الطاقة أكبر مساهم في قفزة مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي، حيث كان مسؤولاً عن ما يقرب من ثلثي معدل الزيادة في التضخم في ظل وصول أسعار البنزين مؤخراً إلى حوالي 5 دولارات للجالون قبل أن تتراجع عن هذا المستوى غير المسبوق. وفي أول تعليق له على نسب التضخم، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أرقام شهر يونيو كانت مرتفعة بشكل غير مقبول، واصفاً إياها أنها لا تعكس الانخفاض الأحدث في أسعار البنزين. وأضاف بايدن في بيان أن الطاقة وحدها شكلت ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية في التضخم، مؤكدا أن البيانات لا تعكس التأثير الكامل لما يقرب من 30 يوما من الانخفاضات في أسعار الغاز، والتي خفضت السعر في محطات الوقود بنحو 40 سنتا منذ منتصف يونيو. وفي وقت سابق قالت وزيرة التجارة الأمريكية إن هناك تباطؤا في نمو اقتصاد الولايات المتحدة، لكنها استبعدت حدوث ركود خطير في الولايات المتحدة. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش إنه تم اتخاذ خطوة مهمة وجوهرية نحو اتفاق شامل لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود بعد محادثات بين روسيا وأوكرانيا ومسؤولي الأمم المتحدة. وعبر غوتيريش عن أمله في التوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرا إلى أن الأزمة ما زالت بحاجة إلى الكثير من النوايا الحسنة والالتزامات من قبل جميع الأطراف من أجل تحقيق السلام. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن المفاوضات الجارية بين المسؤولين الأوكران والروس حول إخراج الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية أحرزت تقدما في جولتها الأولى. وقال زيلينسكي في خطابه المسائي إنه في حال فك الحصار عن الموانئ الأوكرانية وتصدير الحبوب العالقة بها، فإن ذلك سوف يسهم بشكل كبير في احتواء تداعيات أزمة الغذاء العالمية، مشيرا إلى أنه سوف يتم التنسيق في الأيام المقبلة مع الأمين العام للأمم المتحدة حول تطورات هذه المحادثات. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن مسؤولين روسيين وأوكرانيين اجتمعوا للمرة الأولى بشكل مباشر لبحث التوصل إلى صفقة لإخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية المحاصرة. وقال كوناشينكوف إن المباحثات التي شارك فيها أيضا ممثل الأمم المتحدة قدم خلالها الوفد الروسي مجموعة مقترحات للنظر فيها من أجل التوصل لحل عملي مبكر لهذه القضية. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تسعى إلى دعم السلام والأمن في المنطقة، ولدى وصوله إلى إسرائيل في مستهل جولته الشرق أوسطية الأولى منذ توليه منصبه، قال بايدن إن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة. كان البيت الأبيض أوضح أن جولة بايدن تشمل أيضا الضفة الغربية والسعودية وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني الإقليمي. يجري اليوم الخميس مجلس العموم البريطاني جولة ثانية من التصويت للتصفية بين 6 مرشحين في السباق إلى رئاسة الوزراء وزعامة حزب المحافظين. وأعلنت اللجنة المكلفة بتنظيم السباق الانتخابي تصدر ريتشي سوناك وزير المالية البريطاني السابق الجولة الأولى بحصوله على أكبر عدد من الأصوات بإجمالي 88 صوتا،
متقدما على بيني موردونت وزيرة التجارة التي حصلت على 67 صوتا، فيما حصلت وزيرة الخارجية ليز تراس على 50 صوتا فقط. أعلنت الشرطة السريلانكية مصرع متظاهر جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع والذي أطلق على آلاف المتظاهرين الذين اقتحموا مقر رئيس الوزراء في العاصمة كولومبو، ويطالب المتظاهرون باستقالة كل من رئيس البلاد غوتوبايا ريجاباكسا الذي فر إلى المالديف، وكذلك رئيس الوزراء الذي عين رئيسا للبلاد بالإنابة. زينت سماء مصر ظاهرة فلكية نادرة لا تحدث إلا في فترات قليلة، وهي ظاهرة القمر العملاق الذي يعد أكبر قمر في عام 2022. وتحدث هذه الظاهرة عندما يكون القمر في أقرب نقطة في مداره من الأرض، وهو ما جعله يظهر أكبر بنسبة 14% وأسطع للناظرين بنسبة 30%. يكافح المئات من رجال الإطفاء في البرتغال لإخماد عدة حرائق غابات اندلعت في البلاد وصل عددها للعشرات، وذلك على وقع ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت لنحو 42 درجة مئوية. وقالت سلطات الحماية المدنية إن الحرائق تسببت في إجلاء مئات الأشخاص من منازلهم، فيما أصيب أكثر من 120 شخصا جراء الحرائق. وإلى أخبار الرياضة، حيث حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر يوم 19 من يوليو موعدا مبدئيا لوصوله إلى القاهرة لبدء مهمته مع الفراعنة خلال المرحلة المقبلة. وسيتم تقديم المدرب البرتغالي إلى وسائل الإعلام يوم 20 من يوليو. يذكر أن اتحاد الكرة تعاقد مع فيتوريا لمدة 4 سنوات من أجل قيادة منتخب مصر خلفا لإيهاب جلال. تعادل فريق إنبي مع ضيفه اللاجونة بنتيجة 2-2 ضمن فعاليات الجولة رقم 24 لبطولة الدوري المصري الممتاز، وبهذا التعادل يرتفع رصيد إنبي إلى 27 نقطة في المركز العاشر لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يتواجد اللاجونة عند المرتبة 15 برصيد 23 نقطة. حقق نادي الإسماعيلي فوزا صعبا على نظيره سموحة بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز لكرة القدم. وسجل عبد الرحمن مجدي هدف الإسماعيلي الوحيد بعد تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء سموحة في الدقيقة 49 من عمر المباراة. وأكمل نادي سموحة المباراة بعشرة لاعبين بعدما عاد حكم المباراة لتقنية الفيديو وقرر طرد حمدي علاء في الدقيقة 15 من زمن لقاء، هذا بعد تدخله العنيف على قدم لاعب الإسماعيلي. وبهذا الفوز رفع الإسماعيلي رصيده من النقاط إلى 23 نقطة، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 39.
فاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره المغربي بنتيجة 36-21 في ختام دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، وتأهلت مصر إلى الدور ربع النهائي للمسابقة القارية رفقة منتخب المغرب، وذلك عن المجموعة الأولى ليواجه منتخب الجزائر غدا الجمعة. هذا وفاز يحيى خالد برجل المباراة من قبل اللجنة المنظمة. تأهل منتخب الجزائر إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد المقامة حاليا في القاهرة، هذا بعد فوزه على منتخب الجابون بنتيجة 25-23 في المباراة التي جمعتهما في إطار دور المجموعات. وبهذا الفوز بلغ منتخب الجزائر الدور ربع النهائي للمسابقة القارية رفقة منتخب غينيا، وذلك على المجموعة الثانية. ختام نشرة السابعة، وإليكم أبرز ما جاء فيها. الرئيس السيسي يشيد برؤية الثاقبة لنظيره الإماراتي ويؤكد العزم على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون. الأسهم الأمريكية تسجل تراجعا كبيرا متأثرة بمستويات التضخم لشهر يونيو الأعلى منذ 40 عاما. غوتيريش يؤكد إحراز تقدم في محادثات بين موسكو وكييف لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي، أنا حور محمد، إلى اللقاء.